بقولك ايه يا بنتي، اعملي حسابك ان ابن خالتك رجع من السفر وعايز يتقدم لك، وايه رجع معاه فلوس كتيره قوي. ماما انت عارفه كويس جدا ان انا ما بحبوش، وانا قلت لك الكلام ده قبل كده مليون مره، لكن انت برضك مصممه تجوزهوني. انا سهر عندي 25 سنه وماما مصممه تجوزني ابن خالتي، على اعتقاد يعني هو معاه فلوس كتيره دلوقتي، وخصوصا هو كان مسافر بره، وانا طبعا بابايا متوفي وهي الحاكمه الامره في البيت. وفي يوم قلت لها انت عارفه يا ماما، عارفه كويس قوي ان انا بحب احمد وهو بيحبني وشاريني، بس كان ردها عنيف قوي عليا. احمد ايه وزفت ايه اللي انت جايبهولي ده؟ ده احمد ده جربوع كحيان ما معهوش اللضب، ده عيل لسه مستني شقه في الاسكان، انت عايزه من واحد زي ده ايه؟ بس انا بحبه بقى يا ماما، ولو سمحت القلب وما يليت لو اديت لنفسي الفرصه بس تقعدي معاه والله العظيم هتحبيه. وافقت بعد ما قعدت ساعه ونص اتكلم معاها عليه، وقلت لها انها والله هتحبه بس تديله فرصه بس، وفعلا قالت لي روحي قولي له ان هو يجي. واول ما رحت له قال لي، بس انا قلت لك مليون مره ما عادش تجي لي في مكان شغلي تاني. قلت له ده انت لو سمعت الخبر اللي انا جايه لك عشانه هتطير من الفرح. قال لي ها خلاص وقولي بسرعه عشان انا مستعجل ورايا شغل. قلت له ماما موافقه انها تقابلك وهنستناك النهارده، اوعى تاخر يا احمد والنبي. قال لي ماشي ماشي، اتفضلي انت بقى، يلا روحي بسرعه عشان المكان الشغل هنا ما ينفعش الوقفه دي. فعلا سبت ومشيت، بس قبل ما اروح عديت على عمي. طبعا مرات عمي كالعاده ما كانتش بتطقني خالص، واول ما شافتني قالت لي نعم يا ست هاني، اكيد امك اللي بعتاكي، هو احنا مش بعتنا لكم الشهريه بتاعتكم ولا ايه؟ ولا هي شغلانه بقى كل شويه تنطلي ولا حاجه؟ قلت لها بعد اذنك بس يا مرات عمي، انا عايزه اقابل عمي بس هطلب منه حاجه. اه اكيد يا اختي جاي عايزه فلوس، امك اللي بعتاكي. يا صابرين مالك بتكلمها كده ليه؟ اتفضلي ادخلي جوه، يلا هقعد انا معاها هنا. ماشي يا اخويا سايبها لك. خير يا حبيبه عمك. اعتذرت له ان انا جيت في وقت مش مناسب، وان هو ما كانش عارف ان انا جاي، بس هو قال لي قولي حبيبتي وتعالي في اي وقت البيت بيتك. قلت له لو سمحت يا عم انا جاي لي عريس، وبصراحه ماما مش عايزه تقابله ومش طايقاه خالص، وعايزاني اتجوز ابن خالتي، وانا مش طايقاه، ما بحسش غير انه هو زي اخويا وبس. ساعتها رد عليا وطمني وقال لي بس كده اكون قبل الميعاد كمان موجود، ولا يهمك، بس اهم حاجه مامتك ما تعرفش ان انا جاي. قلت له حاضر يا عم حاضر، وروحت البيت فعلا انا مبسوطه وفرحانه. وجيت بالليل واحمد جالي وعمي، وماما اول ما شافت احمد قالت له انت يا ابني ما تعرفش حاجه اسمها ذوق، مش تقلع الجزمه بتاعتك دي بره، انت داخل لي بيها على السجاده، انت عارف السجاده دي تمنها كام؟ اتضايق احمد جدا من اسلوبها وطريقتها معاه، ورد عليها وقال لها انا اسف جدا والله يا طنط، ما خدتش بالي، انا ممكن اقوم اقلعها. اكيد طبعا خايف تقلعها عشان ريحه الشراب المعفنه اللي انت لابسها دي، ده انا شم الريحه من وانا واقفه هنا. بس عمي ما عجبوش الوضع ولا كلام ماما، وقال لها ما يصحش كده، ما يصحش، الراجل عندنا في بيتنا، يعني هو ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ اتفضلي ادخلي جوه يلا، وهاتي لاحمد حاجه ساقعه يشربها. ماشي يا سيدي بالسم الهاري، عارفه عاجبها في ايه؟ بص يا عمي، انا بشتغل في شركه والحمد لله باخد مرتب كويس، ومقدم على شقه في الاسكان، وهتجيلي كمان سنه ان شاء الله، وانا شاري بنتكم والله وبحبها، وهعملها معامله حسنه ان شاء الله. بس عمي قطع وقال له واحنا لسه هنستنى الشقه ولا ايه؟ وبعدين انا عندي عماير كتير، تعالى اختار الشقه اللي انت عاوزها، ويا سيدي ده اعتبرها هديه مني للعروسه. بس احمد رد عليه وقال له لا لا انا ما مقبلش، انا اسف، يعني انا احب اجيب حاجتي بفلوس، لو هتديني شقه فعلا انا هدفع الايجار بتاعها والمقدم. عمي فرح بطريقته جدا وقال له بصراحة أنا معجب بيك جدا وبشخصيتك، أنت فعلا راجل، وأنا مبسوط جدا إنك هتخطب بنتنا. وقال له الأسبوع الجاي إن شاء الله الخطوبة، وهننزل نشتري كل حاجة من تحت سوا أنا وهو. كنت خايفة أحسن ماما تفشكل الموضوع، وفعلا لقيتها خارجة بتجري من المطبخ وبتقول له إيه ده إيه ده، هو أنتوا اتفقتوا على كل حاجة خلاص ولا إيه؟ وكأني مش موجودة معاكم. بس عمي ما سكتلهاش وقال لها كلام رجال مالكيش فيه. ماشي ماشي والله لا سايبالكوا البيت وراحة عند أختي. وفعلا لمت حاجتها وراحت عند خالتي، وانا كنت زعلانه خالص ومتضايقه، بس عمي طمني وقال لي ما تقلقيش قوي كده، انت عارفه مامتك ما بتحبش تطلع فلوس كتير، وخالتك بتحب الفلوس جدا، وطبعا طول ما مامتك قاعده عندها هتفضل تقول لها هاتي هاتي هاتي، وامك هتلاقي نفسها بتصرف كتير هناك، هتقوم سايبها وجايه. تفتكر يا عمو؟ وساعتها اعتذر لاحمد عن الموقف البايخ اللي هو حطني فيه، قال لي انا اسف ما كنتش حابب ان الوضع يوصل لكده، بس انت ديكي شايفه مامتك اهي مش طايقاني خالص. ومشوا وتمينا الخطوبة، وعمي راح جاب ماما من البيت هناك عند خالتي وقال لها لازم تحضري خطوبة بنتك، وفعلا جت وحضرت خطوبتي، وكان يوم جميل وكنت فرحانة جدا. بس طبعا ماما أول ما شافت مامة أحمد وأخته فضلت تتريق عليهم وعلى لبسهم، وقالت لهم إيه القرف اللي أنتوا لابسينه ده، أنتوا فاكرين نفسكم جايين حفلة تنكرية؟ وقعدت تتريق عليهم وتقلل منهم. عمي برضه ما سكتلهاش وقال لها اتفضلي ادخلي الأوضة ومش مهم تحضري الخطوبة أصلا. وعدت الأيام والشهور، وبعدين جت خالتي وقالت لماما ما معلش يا حبيبتي، اصل انا محتاجه فلوس ضروري، اصل الولد ابن الفلوس بتاعته متاخره على ما تتحول البنك،
وكنت محتاجة سيولة يعني كده منك. ردت عليها خالتي وقالت لها يعني في حدود 300 400 ألف. ماما اتخضت من المبلغ وقالت لها مش كتير ده، هردهولك أول ما الدنيا تمشي معاك كده والتحويل يمشي هجيبهولك على طول. ماما طبعا قالت لها طيب وحاضر وهبعتلك الفلوس على طول. وساعتها أنا فاكرة إن أنا حذرتها وقلت لها بلاش يا ماما تديله فلوس، الواد ده مش كويس ونصاب ونصب قبل كده كذا مرة على كذا حد، وهو أصلا كان مسافر عشان مستخبي منهم، أنت عايزة تديله الفلوس بتاعتك إزاي بس؟ زعقتلي جامد يومها وقالتلي أنت مالك، أنت مالكيش دعوة بيه، مش ده اللي أنت رفضتيه ياخد عشان تاخد الكحيان بتاعك؟ هديله ياخد الفلوس، وبعدين ده هو عمره ما هينصب عليا، أنت مفكرة إيه؟ إن هو زي خطيبك الهم ده؟ وبرضه ما سمعتش كلامي وادت لخالتي الفلوس اللي هي عايزاه، وجات لها بعد شهر وقالت لها الحقيني يا اختي الحقيني، الولد قبض عليه وعايز اقوم له محامي والنبي ومعيش فلوس اقومها له. طب وفلوس اللي معاه؟ هو بصراحه يعني هو ما كانش بيحب بنتك وما كانش عاوزها ولا حاجه، هو كان عايز ينصب عليكي في الفلوس دي وخلاص. بتقولي ايه؟ يعني ابنك نصب عليا؟ ابن اختي ينصب عليا انا؟ معلش بقى ربنا يعوض عليكي يا اختي. مش مكسوفه من نفسك وجيالي وعايزه فلوس كمان عشان المحامي؟ امشي اطلعي بره وما تعرفيش تدخلي لي بيت تاني. وطردت خالتي بره وعرفت ان ابنها نصاب، هي كانت عايزه تجوزولي اصلا. وفي يوم احمد جالي وكان جايب لي بوكس كده فيه حلويات، لكن ماما ما رضاهاش العلب ولا كانت عاجبها شكل العلب اصلا. وساعتها قالت له ده ايه القرف اللي انت جايبه ده، انت شحت العلبه دي ولا حاجه ولا بيوزعوها في الشارع وجايبها لبنتي؟ رد عليها احمد ساعتها وقال لها والله كل واحد على قد ظروفه، وهي عارفه ظروفي ومستحملاني، وانا حبيت افرحها. فرحها في ايه بس؟ ده ايه القرف اللي انت جايبه ده؟ انت مش مكسوف من نفسك وانت جاي؟ يا ريتك يا اخي ما جبت حاجه، بلاش قرف. بس ساعتها حصل حاجه غريبه، احمد ما استحملش كلام ماما وفجاه وقع من طوله. احمد احمد في ايه يا ماما؟ هو جرى له ايه؟ ماله وقع كده ليه يا ماما؟ واتصلنا على الاسعاف بسرعه والاسعاف جاله. يومها ماما عيطت وقالت لي انا اسفه يا بنتي انا اسفه، ما كنتش عارف انه هيحصل له كده وانه ممكن يقع من طوله وممكن يحصل له حاجه بسبب. ويومها الدكتور قال لنا انه جاله جلطه وبقه اتعوج. وطبعا ماما قالت لي ساعتها ما تخافيش والله العظيم هيبقى كويس، وانا احسن معاملتي معاه، انا ما عدتش اكلمه وحش تاني خالص، انا ما كنتش عارف انه ممكن يحصل له حاجه كده، انا اسفه يا بنتي والله هجوزك ليه. وقفت جنب احمد خطيبي وما سبتوش وما سبتوش لما رجع تاني لطبيعته وبقى كويس. وعمي كمان كان واقف معانا ووداه لاحسن دكاتره موجودين، والحمد لله رجع لطبيعته واتجوزنا، وماما بقت بتعامله معاملة حلوة خالص. ودي كانت حكايتي مع أمي وخطيبي.